شغله فيو فيو بيزكس عشان يعني طبعا موضوع الاتش باي هو موضوع شغلانه كلام فيها كتير والكلام بيتغير كتير يعني هو للاسف الوقت بتاعنا بعيد خالص 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 عن العلم ويمكن كلام كتير هتسمعوه النهارده في كورسات مننا في البراكتس الو الكلام هيبقى يعني صادم لينا عن البراكتس فهو احنا هنحاول بس نغير بعض المفاهيم على اساس واحنا يعني حتى لو معلش لو بنعمل حاجه غلط نعرف ان هي غلط واحنا لازم نغيرها عشان ينفع ان احنا نمشي على هذا الشيء. حد يعرف من دول؟ دول الاثنين اللي اكتشفوا اتش فاليو وارين ومارشال اكتشفوها سنه 82 اخذوا عليها جائزه نوبل في 2005. هل الموضوع كان يستاهل قوي ان هم ياخدوا جائزه نوبل عشان اكتشفوا بكتيريا؟ ما في مليون بكتيريا اكتشفت والناس عدت ما حصلش حاجه يعني اشمعنى دول يعني اللي هم فكرتهم كانت بسيطه قوي ان احنا عندنا فكره ان الاستومك اسيدك والاسيدك بتاعتها بتوصل لاثنين تقريبا ما فيش ليفنج اورجانيزم ممكن يعيش في الاستومك مع الاسيدك الاثنين دي. هم كان لهم فكره غريبه ان هم قالوا احتمال يكون في حاجه بكتيريا تكون عايشه جوه الاستومك وقالوا هم دوروا عليها غير ما تلاقوها. هم مش بس قالوا كده هم اكتشفوا الميكانيزم ازاي الاورجانيزم يقدر يعيش في الاسيدتي العاليه دي. هم قالوا ان البكتيريا دي ليها سبيشال كاركتر ان عندها انزيم اسمه اليوريز واليوريز دوت بيشتغل على اليوريا اللي هي موجوده نورمال في الاستومك وبيطلع ماده الكلاين اسمها الامونيا والامونيا دي بتهيب بيها غلاف بالاتش بي وبالتالي الاورجانيزم دوت بيحمي نفسه ببساطه ان هو بيعمل طبقه عزله حواليه من الكلاين ميديا وبالتالي بيحمي نفسه من الاسيدتي بتاعت الاستومك. الفكره كانت عبقريه فعلا ودي فتح الباب خالص للشغل كله بتاع الاتش بي او بعد كده. ليه موضوع الاتش بي او؟ از ات كومن؟ المفاجاه ان حوالي الداتا بتقول 90% من الشعب المصري عنده اتش بي او. يعني احنا لو في القاعه دي بيت واحد 90% عنده اتش بي او تخيلوا. رقم اثنين كان الاول اتيزا باثولوجيكال اورجانيزم وهي بتعمل ديستراكشن وبتعمل بيبتيك ألسر والكلام ده صحيح. بس الاورجانيزم هنعرف بعد شويه ان هو بيدخل الجسم دون تشايلد هود يعني انا وانا عمري سنتين ثلاثه لو عملت اتش بي او نفس الوقت وطلعت بوزيتيف غالبا انا اخده وانا طفل. الاورجانيزم عايش جوايا بقاله 20 30 سنه. وممكن اكمل معايا الاخر من غير ما يعمل لي حاجه. طب ليه انا ما عمليش حاجه والتاني عمله بيبتيك ألسر؟ ازاي بداوا يتكلموا عن ان هو ممكن يكون بنفيشال اورجانيزم او اورجانيزم كويس او نورمال كومنسل او نورمال بارت من النورمال مايكروبيوتا بتاعت الجبل. كلنا عارفين الايكولاي صح؟ هل الايكولاي كلها باثولوجيكال؟ لا انت لو عملت ستور كلتشر هيقول لك نيجاتيف ايكولاي بس اللي انتوا هيموراجيك الايكولاي اللي هو الاتش 170 او التوكسيك او الهيموراجيك انما في نورمال كومنسل في اتش في ايكولاي. فالاتش باي او بدا يحصل فيها كلام ان ممكن تكون هي نورمال انهبيتنت في الجبل. ولذلك هنقول مش كل الاتش باي او لازم تتعالج. الحاجه الثالثه طبعا الانفستيجيشن فتحت بشكل عنيف جدا حاجات يعني مش هفتح فيها كتير الابيوز اوف انتبيوتكس. الام بتدخل عليك يعني تقريبا كله في العيال داخله بثلاث تحاليل بثلاث ولادها واحد عنده اتش باي او واثنين عاملينهم عشان تطمن عليهم طلعوا بثلاثه اتش باي او بصوا لك على المكتب كده اكتب لي العلاج عشان تقنعها انك ممكن ما يكونش محتاجين علاج صعب وهم المصيبه ان هم يكونوا اخدين كوكس واثنين وثلاثه انتي بايوتكس سنة دخلت على النت رقم واحد كده اتز كانسرس اتز اتري كانسرس اتز كارسينوجينيك مش عارف ايه فهي الفكره دي مسيطره على انت هتسيب البكتيريا جاي عايشه في بطنه كده من غير ما تديله علاج اللي بدا يحصل خطير جدا انتوا شفتوها اعتقد انك بتدي علاج مفيش نتيجه بتدي علاج مفيش نتيجه ان في ريزيستنس بدات تظهر وصل ل 80% يعني من وسط 10 انت بتعالجهم اثنين بس بداوا يشتكوا لك. فالموضوع بقى فيري كومبلكس ازاي الجايد لاينز كلها بدات تتغير بدات تتغير وبدات نفكر بشكل ثاني واحنا محتاجين نعمل ماسف انفستيجيشن وماسف تريتمنت وفي الاخر نتيجه زيرو. العيان ما بيستجيبش للعلاج بتاعك فبدا يحصل سبيشال كريتيريا سبيشال ريفيجن لكل الكلام اللي احنا بنقوله بدانا نغيره ثاني اكون تو ذا لوكال جايد لاينز. دي كيس سيناريو لبنت عمرها 10 سنين البنت دي إيه 10 سنين جايه بسيجنفكت ابدومينال بين بيجا امبلايكا الاثنين دول بيصححها من النوم بالليل.
دام يصحى من النوم بالليل يبقى دي سيجنفكت، بقى له اكتر من 3 شهور يبقى دي سيجنفكت. ولكن انا بدور عليه مفيش هيستو في ماتيمسيس، مفيش لوس اوف ويت، مفيش فيفر، العيان كوتوجينيك كونديشن مش توكسيك، مفيش اي حاجه اسمها ريد فلاكس. اللي عملنا انفستيجيشن اتش بي تي بوزيتيف والاذر انفستيجيشن بالنسبه لي. طيب هل السيناريو دي يفرق ان هي تكون جايه لاول مره دايجنوزد او ان هي تكون جايه واخدت تريتمنت نفس السيناريو واخدت تريتمنت؟ طيب هل هتفرق ان اخوها ان الام كانت قلقانه فبالمره هو اسيمتوماتيك ومفيش مشاكل بس هي عملت له انفستيجيشن وطلعت شبايله بوزيتيف؟ يبقى انت شفت واحد اخذت علاج، واحد اسيمتوماتيك، وواحد اتعمل يعني كاسكرينينج وطلع فيه بوزيتيف. طيب إذن كومن على مستوى العالم حوالي 30 البشر عندهم اتش اي، وكل ما قلينا في الليفل بتاع اللو سوشيال كومنت ليفل كل ما الانسيدنس بتاعها عالي، وبالتالي بنقول عليها دي ذا كومنست انفكشن اول اوفر ذا وورلد. لما نيجي نشوف الانسيدنس على مستوى العالم كله هنتلاقي مصر وليبيا وبنجلاديش ونيجيريا الانسيدنس اكثر من 90%، وبالتالي الانسيدنس رهيب جدا. يعني شوف تخيل من سنين او 100 مليون 90 مليون منهم عندهم اتش اي، شوف الجود دوت هيبقى قد ايه على الكوميونتي كانتي بايوتيك كانفستيجيشن. في امريكا عملوا دراسه اتلاقوا ان 25% من الاطفال لغايه سن 18 سنه بوزيتيف فور اتش اي، وبالتالي احنا بنتكلم عن حاجه في الجامعة. طيب ايه المود اوف ترانسميشن؟ دي من ضمن الالغاز الموجوده في اتش اي لغايه دلوقتي الدنيا مش واضحه قوي، ولكن الثابت عندنا ان هي بتعيش في المستمك وبالتالي ممكن تنزل في الاسطول، وبالتالي عندنا حاجه اسمها الفيك اورال ترانسميشن، وممكن تيجي تطلع في السلايفا، ولذلك بنقول ات از مور كومن ويزن ذا فاميلي. يعني بي شو ان الطفل لما يجي عنده اتش بايلوري لو عملت له امه واخواته هتلاقيها موجود. ليه؟ عن طريق كسر بالراجل وزوجته، عن طريق امه هي بتفطمه. لذلك بنقول اليانجست ايج بتاعتنا هو 2 years، انا اسف 6 months. الام وهي بتفطم الولد بتاكله بالمعلقه. ممكن تحط معلقه بقها وتحط معلقه بقها وتحط معلقه بقها. في بعض الناس بيبوسوا ولادهم من بقهم، انا مش عارف شفتوا القصه دي ولا لا. المهم فهو ممكن تنظيمات الزوزه صلاه. احنا وقت ما بنشتغل في عياداتنا ايه اللي بيحصل؟ الواد بيجي على البتاع وهو مركب وانت النيرس الجهاز اللي بعد، انت بس وزعت الدنيا كده ايكوال كده بالاتش بايلور على الترابيزه بحيث ان يدخل حط ايده وبعد كده يطلع ياكل. احنا في المناظير بندخل بالمنظار لو مش اخد بالك ومسكت السلايفا ديت او السكريشن بتاع الدنتال، فكل الحاجات دي بيتنقل عن طريق السلايفا الفونتس الانسان. في بعض البلاد الابار بتاعتهم فيها انفكشن بتاعت الاتش اي بي، وبنقول اللي هو الاندوسكوبي والديفولفنج كاتكس. طيب الريسك فاكتورز اوفر كراودنج لو سوشيو ايكونوميك ليفلز اللي هو الحاجات اللي ما فيش فيها ديس انفكشن بشكل كويس، وبالتالي هيبقى ترانسميتد زي ما اتفقنا وزن ذا فاميلي. السلايد دي مهمه جدا، بنقول ان احنا عندنا الاتش اي بي بتدخل الجسم، الفيرولانس بتاعها بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على اللوكال فاكتور موجوده في المستمر نفسها وهوست فاكتور. الهوست فاكتور اللي هو عنده يكون عنده جينيتكس سبتابيلتي ان يحصل فيه الموضوع ده. هو ايه بالظبط احنا مش عارفين. ليه دوت لا قدر الله يجي له كانسر، ليه دوت يجي له بيبتيك ألسر، ويجي لي 80 او 90% من الناس يعيشوا موجود. في انهيرتد جينيتك فاكتور موجود. لكن لو المستمر اصلا تعبان يعني ايه في القدر اي بني ادم ان هم عندهم كورونا هارت ديزيز اللي يمشي على اللونج تيرم اسبرين لازم يعمل اتش بايلور قبليها. ليه؟ الاسبرين بيقلل بيأثر على الاستومك بيأثر على الميكوزا بتاعت الاستومك، وبالتالي لو في اتش بايلوري هتبدا تبقى اكتيفيت وبيبدا يحصل منها مشاكل. احنا عندنا عيانين بتوع روماتويد وبتاع كولاجين ديزيز اللي ماشيين على النوم ستوري انت انفلاماته فترات طويله. الافضل تعملهم سكرينينج اتش بايلوري قبليها. يعني انت بتقلل الانتجريتي بتاعت الميكوزا بتاعت المستمك، وبالتالي سسبت ان يحصل مشكله جوه الميكوزا بتاعت الجهاز. بيقول ان معظم الناس ما بيحصلهمش حاجه اللي هم حوالي 80% اب تو 90% اب تو 95% في الاطفال. كل المشاكل دي بنشوفها في الاطفال. انما بالنسبه لنا احنا تقريبا ما بنشوفش القصه دي كلها. هنتكلم بعد كده ان بيحصل ميس دايجنوز لحالات الكانتر دون البين وكانتر دون البين از اتش بي دون. وهنعرف بعد ان في شويه ان هي اسوشيشن نوت كوزيشن.
اما نيجي نشوف هنلاقي مكتوب في الاتش بايلوري، مش مكتوبه اتش بايلوري ديزيز، خلي بالك من الكلمه دي، مكتوب اتش بايلوري كلينيكال اسوشيشن. اما قال لك والله ده هو مرتبط بكورونر هارت، طلع كوره شويه، مرتبط بالاي بي اس، مرتبط بالالزهايمر، مرتبط بحاجات كتير جدا، بس هي اسمها اسوشيشن انما مش اتش بايلوري ديزيز، يعني مش الاتش بايلوري بيسبب الحاجات دي. وبالتالي في عندنا حاجه اسمها جاستيك اسوشيشن وجاستيك اسوشيشن. الجاستيك اسوشيشن ثلاث حاجات اساسيه، رقم واحد عندنا اللي هو كرونيك جاسترايتس، ودي اتفقنا عليها تيزا موست كومن، وغالبا اسيمتوماتيك اللي احنا بنكتشفها بنعمل اتش بايلوري ستون انتيجين تلاقي بوزيتيف. الجزء الثاني اللي هو ممكن يعمل بيبتيك السر ديزيز. انا عايز بس الزق كلمه بيبتيك السر في دماغك، لان دي السيجنفكت بالنسبه لنا اللي احنا نعالجه. البيبتيك السر اللي جت خلينا نشوف بالمنظار زي الالسر بيطلع في البق هنا زي الافسس السر. وتخيل افسس السر ده انت جيت وحطيت عليه ليمون. ايه اللي هيحصل؟ هتحس بسبب بين. هي نفس الفكره، الالسر موجود هنا بيجي عليه الاسيد بتاع الاستومك. فما يجي عليه بيعمل لك سيفير اجونايزنج بين. فدي احنا البين اللي على اساسه هنعمل منظار. انما اللي عنده وجع كل ما يصحى الصبح يروح المدرسه بيقول بطني بتوجعني. لا ازاي بتعمل اتش بي او طلع بوزيتيف، ده احنا محتاجين منظار. هو اصلا البين في الاول نص سيجنفكت. مش هو البين بتاع البيبتيك السر. فانت اخدت الداتا غلط وبنيت عليها كل حاجه غلط بعد كده. فهنقول بعد كده ان هي فانكشن ابدومينال بين. طيب الكانسر طبعا احنا عمرنا ما شفناه في الاطفال. نيجي للاكسترا اكسترنال مانيفستيشن. الجوز فيلير، ايرن ديفيشنسي انيميا، وكونيك ار تي بي. وجدوا ان في سترونج كورليشن بين شورت ستنشن والاتش بي او. يعني عندهم شورت ستنشن وعملوا سكرينينج وعملوا طبعا عندهم اتش بي او سيجنفكت. بس كان الكلام الاجينست ايه؟ ان هم اصلا بيحصل في اللوسر شورت ليفل. فهو ممكن يكون نيوتريشنال فاكتور هي الاساس، واصلا طبعا البيئه فيها هو نيوتريشن هو فيدنج. وبالتالي هو بقى شورت ستنشن نتيجه كده. مش نتيجه الاتش بي او. فلذلك كان اول بيقول لك اعمل سكريننج لحالات الجوز ريتارديشن بالاتش بي او واذا كانت موجوده عليك الكلام ده كله اتشال. نمره اثنين ايرن ديفيشنسي انيميا، ما ممكن الايرن ديفيشنسي تعمل جاسترايت وتعمل اوكارد بلاد، التحليل المؤذي اللي احنا بنشوفه دايما اوكارد بلاد ان ذا ستول، ويطلع اوكارد بلاد بوزيتيف هعمله منظار. ما هي كده كده بتعمل سمبل جاسترايتس فممكن تلاقي اوكارد بلاد، فيلاقي اوكارد بلاد هو السبب بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا. هو قال لك ريفراكتوري ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني جالك ايرن ديفيشنسي انيميا انا هعالجها ايرن ديفيشنسي انيميا، تدي فول كورس وجود كومبلاينس لمده 3 شهور. ما حصلش استجابه وانت اتاكدت انك اديت جود دوز وبروبر تريتمنت وبروبر ديوريشن وجود كومبلاينس والعيان ما استجابش، ساعتها اعمل اتش بايلوري ودور وراه. انما مش تقلب الصوره ان اي حاجه اي حاله ايرن ديفيشنسي انيميا عاملها اتش بايلوري الاجابه غلط، اوفر يوز للانفستيجيشن. كونيك اي تي بي الاكيوت اي تي بي لا، وبعد ما في كورليشن بين الاتش بايلوري وكونيك اي تي بي، وان العيان عنده كونيك اي تي بي اما بياخد اتش بايلوري تريتمنت لو هو عنده الاي تي بي بتتحسن. والعيان ده الوحيد بتاع الاتش بايلوري اللي ما عندوش منظار. ما انتش محتاج ليه اي تي بي وانت هتدخل بالمنظار تاخد بايوبسي تجيب بليدنج اللي معاك. فمش ده انك تعمله منظار دي اكسبشن، انك ممكن ما تعملوش منظار. طيب ايه التيست ان احنا يبقى امتى تعمل تيست؟ خلي بالك يعني دي كونكلوجن، امتى تعمل تيست اتش بي اي او؟ رقم واحد لما يكون عندك بي سيجنيفيكانت بيبتيك السر بي، تبدا تدور على اتش بي اي او، يعني اللي هو هيحتاج منظار مش الستول انتيجين اللي احنا طبعا بقى ان اكسبلين ايرن ديفيشنسي انيميا وكونيك اي تي. دونت تيست سيمبتوماتيك بيشنت، انا اصل انا عملت اختبار وطلع عندي اتش بايلوري وانا عاوز اطمن على اولادي فاعمل لهم اتش بايلوري. نقطه من اول السطر كده هنتكلم في المشكله دي بعد شويه. رقم اثنين كانت ابدومينال بين، فانكشن ابدومينال بين، فانكشن ديسبيبسيا، كل يوم على النت بنشوف ابنك بيرجع ابنك عنده وجع في البطن عملت اتش بايلوري طلع بوزيتيف. والدكاتره يعني كان في حد لسه عامل بوست قريب او كاتب ايه البيست تريتمنت فور اتش بي او ان تشايلد ويز فونتي، مش عارف انت شفت القصه دي ولا لا. فهي هو مش بيدور على التشخيص صح ولا غلط، هو بيدور على التريتمنت، هو عايز تقول لي احسن رجيم قد علاج. ما هو انت مش محتاج، ما هو هو عنده فونتي بسبب تاني، مش قصه لايه الفونتي في الطفل ده. الفاميلي هيستوري وبيبتيك السر ديزيز الاين ديفيشنسي انيميا وشورت ستيتشر ما تعملهمش انفستيجيشن.
معاك الكلام يعني ممكن يكون غريب شويه. ايه الانفستيشن اللي بنعمل؟ احنا عندنا الانفستيشن بنقسمها لمجموعتين. المجموعه الاولانيه مبدا النون انفيزف، ما بتعتمدش على المنظار، رقم واحد بقشرهم على الاطلاق الستور انتش سمبل تيست، بتاخد ستور تحطه على رابيد تيست كده بيظهر لك، كما ورينا دلوقتي بيظهر خطين لو هما تو بوزيتيف واحد كنترول واحد الكانديديت نفسه، لو الاثنين بوزيتيف بيبقى الاتش يبقى لو بوزيتيف واحد نيجاتيف يبقى نيجاتيف. موجود وسهل ورخيص وهو الموست كومن. تاني حاجه اللي هو بريس تيست، يمكن في مصر كلها مش في مكان هما كانين بس اللي بيعملوه، احنا بنعمله في المنصوره عندنا بس يعني مش هو برضه اللي هيشخص لك الحاجه. احنا بنستخدمه فوق في الوقت افتر ريبيتيشن، ما بنستخدموش في الدايجنوز. رقم ثلاثه السيرولوجي، بابه مقفول تماما في الاطفال. بابه مقفول تماما في الاطفال، في ناس تروح تطلب، طب انا هطلب الاي جي اي، لا اطلب الاي جي جي بتاع السيرولوجي، ملوش قيمه اطلاقا في الاطفال، ما تطلبوش ما تجيش وراه، ومهما كان عليك ضغط ما تبداوش ابدا ولا تفكر فيه. ليه الستون انتيجين؟ هو اللي طريقه قراءته هو رابيد تيست، يعني مش عايز اقول لك انك ممكن تعمله عندك في العياده بس عشان ما يبقاش يعني فات ملوش لازمه، بس هو من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل فيري سمبل تيست. الاندوسكوبي اتس ا جولد ستاندرد فور دايجنوزيس اوف اتش بايلوري. طيب طب انا عرفت ان في اتش بايلوري في الستول، ما بالتاكيد في اتش بايلوري جوه، انما ما تقولكش ابدا في اكتيفيتي ولا لا، يعني 80 90% منهم فيهم اتش بايلوري اتس نوت اكتيف، هي موجوده ومش عامله مشاكل خالص. انما انت بتدخل عشان تشوف ايه؟ اول حاجه تاخد هيستولوجي، هتاخد بايوبسي ودي لازم، والبايوبسي دي ممكن تعملها منها كالتش، ممكن تعمل رابيد يوريس تيست. دي حاجات كلها بنعملها في وقت المنظار عشان نشخص بيه الاتش بايوب والفيرم دايجنوز. طب انا ممكن تلاقي ايه في المنظار؟ اول حاجه ممكن تلاقي حاجه اسمها انتر نودولاكتي، بتبقى عامله زي السجاده، المفروض الاستومك تكون فيري سموث، ناعمه خالص زي كوكس الجلد بتاع العين. لو تلاقي طعم زي السجاده وبدا ياخد نودولات كده، ده عباره عن نيوز نتيجه اكيوميليشن في الفويد فوركس. ممكن اشوف السرز، ودي مهمه جدا بعض ادور عليها، زي الالسر اللي موجود في المنطقه دي كده، زي الالسر اللي هنا. بنقعد ندور عليه لغايه ما جدا نشوف الالسر دي، لو في السر خد يا بابا. دي لازم يتعالج ولازم افضل وراه لغايه تعمل ايرتيكيشن من اتش بي. البايوبسي ممكن تشوز اللي هو الفويد فوليكلز اللي انتم شايفينها دي، ودي اللي ظهرت على شكل النيوريولاكتي اللي انتم بتشوفوها تحت. ممكن اشوف الاتش بي نفسها عن طريق سبيشال ستين، في ستين اسمها جيمس ستين اللي هي بتظهر الاتش بي على شكل النقط البني اللي انتم شايفينها دي، او السيلفر ستين اللي هي بتبين على شكل النقط السوداء دي، ودي موجوده برضه اون سبيشال ريكويست وبنشوفها، بس برضه ما بتبينش الاكتيفيتي. الاندوسكوبي هو جولد ستاندرد فور دايجنوستيك اتش بي لوي عشان ننجز ونقول، انما الستول انتيجين فور فولو اب افتر ايرديكيشن. في كذا نقطة براكتيكال بقى، طيب العيان جاي بياخد انتي بايوتيك وهيعمل ستول انتيجين او هعمل له تيست، طب هو ماشي على الميديكيشن. اللي يأثر على الميديكيشن الانتي بايوتكس، لازم توقفها اتليست اربع اسابيع. طب هو كان من اسبوع اخد انتي بايوتيك، انت حتى لو عملت له ستول انتيجين هيطلع نيجاتيف، فتبقى الحمد لله حصل ايرديكيشن. مثل ايه؟ انك هتجي لك بعد شهر او شهرين بدا يبقى في حاجه، خاصه ان انت بتعاني ما بتعالجش السيمتوم، السيمتوم هيبقى ريزيستنت معاك، فتقول لك طلع بوزيتيف تاني. رقم اثنين بي بي اي، المفروض اسبوعين الانتي اسيد اللي هو الانتيجين، المفروض سبع ايام، انما الجيف سبون والمالوكس والحاجات ديت ممكن تشتغل عليه من غير ما توقف ولا حاجه. في استراتيجيه دمرت الدنيا كانت ظهرت في 2005 اسمها تيست اند تريت استراتيجي. هم افتكروا ان هم هيخلصوا على اتش بي زي ما خلصنا على اتش سي بي كده، نعمل ايه؟ اي عيان جاي لك اعمل له اتش بي ولو طلع بوزيتيف على. والفكره ديت بقت امبلانتد جوانا للاسف الشديد، بقت خلاص هي فكره جوانا، اي عيان يجي سكريننج وايفري وان از هابي. يعني هنا لما تيجي تشوف هتلاقي الدكتور مبسوط، العيان رايح جاي عليه بتاع التحليل مبسوط، العيان رايح جاي عليه هنعمل له منظار واثنين وثلاثه واستجاب وما استجابش، والمواويل الطويله ديت وبتاع الصيدليه ما شاء الله مبسوط عمال يلعب في الادويه يطلع وينزل، انما هي دمرت الفكره بتاعت الايه؟ الصح في الاتش اي بي اللي احنا بندفع ثمنها دلوقتي بالريزستنت. مسبيجان كوماند ناو اجينست اللي هو تيست اند تريت استراتيجي. رقم اثنين الاستراتيجيه الثانيه لوك فور ذا كوز اوف ذا سيمبتومز اللي عيان جاي بيها. يعني جاي بابدومينال بين، جاي بفومتنج، جاي بهيماتيمسيس، دور على السبب. مش تقول انا هعمل اتش اي بي عشان اشوف الاتش اي بي موجود ولا لا.
لا انا بدور على الابدومينال بين. واحد جايب ابدومينال بين وعملت التساوند وطلع كل بلادر ستون، جايب ابدومينال بين وعنده جونس وطلع الجهاز جايب بادي على الهيباتايتس ايه، جاي وعنده ابدومينال ميجرين، جاي عنده فانكشن ابدومينال بين ممكن يبقى في فرصه ان احنا نتكلم فيها، وهي دلوقتي هي لسه نص كومن كوز اوف ابدومينال بين اتشد الفانكشن سبيبسي وكانت ابدومينال بين وكانت ابدومينال بين سندروم. الحاجات دي موجوده دلوقتي ولازم تشخصها، لانك هتبدا تلف تلف وهتدي علاج الشبه اللي هو هيرجع لك تاني العيان نفس المشكله لانك ما حلتهاش. نيفر تراي تو دايجنوز اتش بي يو از اتش بي يو، وانما في سياق المرض، والمرض احنا قلنا بيبتيك السر اند ديفيشنسي انيميا كونيك اي تي بي بس. احنا تقريبا بنخلص الكونكلوجن اللي بقوله ويتش انفستيجيشن او ويتش بيشن تو اسك فور انفستيجيشن عند بيبتيك السر ديزيز فاكتور اند ديفيشنسي انيميا كونيك اي تي بي. العيان اللي ما تطلبلوش انفستيجيشن احنا قلناهم ان هم اسيمتوماتيك والاند ديفيشنسي انيميا وشورت ستيتشر. ايه العيان اللي تطلب له منظار؟ يعني يجي العيان عنده شغلوي جايبه بالزاوية بس انا هعمله منظار، ما يكون عنده ديسفيجيا، ما يكون عنده لوس اوف وين، لما يبقى عنده اين ديفيشنسي انيميا البريزيستنت، لما يكون عنده فيوزر فيل. يعني انا بعمل منظار عشان ادور على الحاجه الثانيه مش بدور على الاتش بايلوي. انا كده خلصت العيان لما يجي له جايب كذا حاجه وعين التحاليل عليها ده الصرف فيها، انا بحاول اقدم القناه بتاعهم صح، وبعرف ان في فيلير ويت 80% وانسيست على النقطه دي، يعني هتيجي تلومك بعدها. احنا في الاطفال للاسف ما عندناش غير ثلاث ادويه بس، اموكسيسيلين كلاسيك ميتروميدازول، ما عندناش قصه زي بتوع الادلت عندهم السيفو وعندهم كذا جنريشن بيستخدموا دلوقتي، وحتى في ريزيستنت ليه، الريزيستنت ليه واصله في مصر 80%، فيعني انت يعني في حرس سد زي ما بيقولوا. وشكرا جزيلا.